خصوصاً الديرة، البلاد، الوطن، ديرتك اللي انولدت فيها، ديرتك اللي عاشوا فيها أبائك وأجدادك، ديرتك مو بأرض وبس، أرض وبحر وبر وجو. الوطن ما في أغلى منه، الوطن نفس لتتنفسه، نظرتك هي للوطن، الدم اللي يجري في عروقك، السمع اللي تسمع به. الوطن لين قالوا البحرين تحس قشعريرة في جسمك، تحس ريجك تبي تبلع ما تقدر. لين قالوا البحرين تشرق باسم البحرين، البحرين هي الخيم اللي تظللك، هي الظل اللي ظللك، هي المأوى اللي يأويك، هي كل شيء. البحرين مو بجواز سفر، مو بجواز محطوط في مخباك وعليه اسمك وفي عنوانك جنسيتك. مو هذا الوطن اللي نحطه في المخبة. الوطن هني، الوطن في القلب، الوطن إن أحد قال شيء عنه تفزع، الوطن اللي قال لك وينك يا فلان تقول لبيه تفديه بكل جوارحك. هذا الوطن بحرين، لأن ندتك تقول لها تبين عيني لك عيوني أنا وكل ما أملك. تبين عيني لك عيوني أنا وكل ما أملك، فدا أرضك يا شوق اللي إذا بات يناديني. تبين عيني لك عيوني أنا وكل ما أملك، فدا أرضك يا شوق اللي إذا بات يناديني. يقول أنت عزيز الراس وأهلك من أعز الناس، يقول أنت عزيز الراس وأهلك من أعز الناس، يقول أنت بحريني، يقول أنت بحريني. أجدادنا غرسوا حب الوطن في قلوب آبائنا، وأجدادنا وآبائنا غرسوا فينا حب الوطن، رضعونا من أمهاتنا شلون نحب وطننا ونضحي علشانه وندافع علشانه. بقول لكم قصة عن حب الوطن والتضحية من أجل الوطن. صلوا على النبي محمد، اللهم صلِّ وسلم عليه. كان فيه بلدة محاصرة من الأعداء، لكن أهل البلدة شجعان وصمدوا في ديرتهم وقالوا ما نطلع من هالبلدة هذه إلا يوم بالحرير
ولا نطلع إلا إحنا فايزين، ولا نقبل إن الأعداء يدخلون علينا في ديرتنا. تم وصل الدين، الأعداء محاصرين البلد، مو بعارفين إيش عندهم من أسلحة. هل عندهم خطط بيسوونها؟ عندهم أسلحة ما يعرفونها؟ هم عارفين وخايفين يدخلون عليهم ويتفاجئون بأشياء مو متوقعة. قالوا خل ندش عليهم أو ندز عليهم جواسيس يكون يعرفون إيش عندهم من داخل. الجواسيس ذول لبسوهم نفس لباس أهل البلد عشان ما يعرفونهم. يوم الجواسيس يتمشون اللي دخلوا مزرعة في بداية البلد هذه، وشافوا في المزرعة ريال وولده جالسين يعدلون في الزراعة. أول ما دخلوا عليهم قالوا السلام عليكم. الأبو طالعهم بنظرة ورد عليهم وعليكم. عرفتوا عيالي؟ عرفتوا شنو هو السلام عليكم؟ هذا الرجل مؤمن حافظ حديث الرسول والقصص النبوية، لأن اليهود لما مروا مرة على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا السلام عليكم، الرسول عرف لهم قال لهم وعليكم. السام يعني الموت، وهذا الريال عرف أن ذيول بعدها ناس ما يريدون لي الخير أكيد، أعداء. فرد عليهم وعليكم، يعني السام المرض والسم عليكم أنتم والموت عليكم أنتم. قالوا له أنت إيش كثر تدخل من هالمزرعة هذه؟ قال الحمد لله رب العالمين، آكل أنا وعيالي ونبيع اللي نقدر عليه والحمد لله عايشين. قالوا له إيش رايك بنعطيك بستان كبير في من الفواكه ما يحتاج بعد، وبنعطيك مبلغ من المال كبير، وبنخليك مسؤول ورئيس عندنا، بس قول لنا كم عدد جيشكم، قول لنا ايش عندكم من الأسلحة، قول لنا رؤساءكم داخل شو يقولون عنا وش محضرين لنا. هز راس الرجل الكبير وقال ما بقول لكم. قالوا ليش؟ قال لي ما بقول لكم إلا أول تقتلون ولدي. ها نقتل ولدك؟ قال إيه إذا تقتلون ولدي بقول لكم. قالوا ليش؟ قال أخاف أقول لكم يقوم هو عقب يعلم عليه. قال ها خذوا الولد واقتلوه. قالوا يلا حيب قول بنعطيك كل شيء اللي تبيه. قال لا تروحون فوق وترجعون تحت، على جثتي تدخلون بلادي، على جثتي اني اقول لكم بايسر من اسرار بلادي. قال ليش قلت له اقتلوا ولدي؟ قلت نعم اخاف تقتلوني وولدي يخاف ويعلمكم كل شيء. استحمل يعيد الجواسيس قبضوا عليه. قالوا خلنا نوديه حق رؤسائنا هناك، وعودوه وقصوا القصة على رئيسهم. الرئيس هز راسه وقال إذا فيهم مثل هالريال وإذا أهل البلدة كلهم مثل هالريال مستحيل إحنا نقدر ندخل عليهم في الديرة ونغلبهم، يلا ننسحب. شفتوا التضحية؟ ضحى بولده لكن ما ضحى ببلاده. هذا الوطن العزيز، الوطن اللي علمنا العزة والكرامة. تعالوا نشوف رقصة من رقصات الحرب العرضة. Yeah.
ودي أشربها. بس صيام صح، بس ليش أنا أخذت القلاص هذه يا حبيبي؟ خلها أصب لنا شوية، خلكم معي. بس ها كلكم أبيكم تشوفون القلاص، شوفوا أي أكثر، العصير ولا الفراغ الموجود؟ صح عصير، صح. شو معناته؟ احنا شفنا العصير ما شفنا الفراغ. انا اتعجب من اللي يشوف الفراغ ولا يشوف العصير. بابا ياسين انت شو تقول لنا؟ الغاز؟ لا والله مو الغاز، هذه العصير يبين لنا ايش كثر بلدنا تعطينا، ويمكن احنا نتحجج شوي شوي ما عندنا وهذه ما اعطيتونا وهذه ما اعطيتونا، هذه الفارغ، لكن هذه المليان هو ما اعطونا اياه. خلنا نتذكر وياكم، انت لما تنولد تنولد في مستشفى يعتنون بامك ليه تولدك مجان، يعطونك أدوية ولادة من المجان، وتروح البيت وتتربى وتروح المستشفى وتطعيم مجان. أنت تمرض أبوك يمرض أختك تمرض أهلك يمرضون يروح المستشفى يتعالجون مجان، ما ترفعون ولا فلس، أطباء بالمجان وأدوية بالمجان. صح صح، ما حد ينكر هالحقيقة. اثنين، بعدين تدخل المدرسة يأخذون عليكم فلوس في المدرسة، أتكلم عن المدارس الحكومية، ما يودوكم مدارس خاصة هذاك شيء ثاني، لكن تتعلمون على حساب الدولة، مدارس، مدرسين، كتب، مناهج، اللي تتخرجون يأخذون عليكم شيء؟ لا ما يأخذون. وأهم شيء يا عيالي، أهم شيء الأمن والأمان، راقدين في بيوتكم وانتوا ما تحطون شيء. من اللي يحميكم؟ اللي يحميكم رب العالمين في البداية، واللي يحمونكم رجال الأمن. تحية لرجال الأمن، بارك الله فيكم. واللي يحمونكم يحمون أرضكم وجوكم وبركم وبحركم. الدفاع، الدفاع، الحرس الوطني هم اللي يذودون برواحهم ويحمون بر وبحر وجو. صح ولا لا؟ صح. تحية لهم، تحية كبيرة لهم، وانت راقد في بيتك مرتاح. تحية حق من بعد؟ كلكم انتوا جنود، أباءكم جنود، أمهاتكم جنود، كل اللي يعملون بجد وإخلاص لهذا البلد جنود. تحية لكم، بارك الله فيكم. بقى علينا شيء واحد، لازم نعرف شنه اللي لنا وشنه اللي علينا. بس بعد هالفاصل. اهني في البحرين يربى اليهال هني في زحمة الفرجان، اهني في البحرين لا دنيا تشغلهم لا هم ولا أحزان، اهني في البحرين يربى اليهال هني في زحمة الفرجان، في زينة البلدان هني في
نعرف شو اللي علينا وش اللي لنا. شلون شو اللي لنا وش اللي علينا؟ يعني انت حين يا ولدي، انت يا بنتي، شنو اللي عليك من واجبات وشنو اللي الدوله لازم تعطيك؟ احنا ذكرنا عطوك وعطوك كل شيء، تعليم وتعليم وصحه وكل شيء وحقوقكم يعطونكم اياها، لكن انت وش عليكم؟ كلنا من صغيرنا لكبيرنا، امكم وابوكم كلهم ينتظرون نتائجكم. يبوكم انتوا ابوكم تشتغلون، لا لا، انتوا جدوا واجتهدوا وهاتوا نتائج، هاتوا شهاده، هاتوا السلاح. ودائما اقول حق عيالي، اذا تبي تعيش خذ معك السلاح. شنو السلاح؟ الشهاده. الجندي يقدر يدخل المعركه بدون لا يكون معاه سلاح؟ لا يمكن. انت تقدر تعيش وتحصل وظيفه زينه بدون لا يكون عندك شهاده، بدون لا تكون متعلم؟ هذه هو المنتظر منكم، جدوا واجتهدوا. واحنا نقول على كل الأصعدة، يجب أن يغرس حب الوطن من الحضانة، من الحضانة، الروضة، المدارس الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، الجامعة، نغذيهم دائما ونرضعهم حب الوطن. ومثل ما قلت لكم في بداية البرنامج، الحب هنا في القلب، الحب هو ولاء، ولاءنا لقادتنا، ولاءنا لحكومتنا، ولاءنا لأهلنا، ولاءنا لهذه الأرض اللي ندافع عنها. أتمنى لكم إن شاء الله وقت سعيد، وطن آمن. قولوا آمين وفي أمان الله.